هاي أصدقائي، معكم الشيف الأكاديمي إيفا من إسبانيا. أما بخصوص الترجمة والمونتاج والصوت فهم لصديقتي أنخيلا من تركيا. أهلا وسهلا بكم على قناتنا، قناة أنخيلا أند شيف إيفا. هولا أميغوس، إيجاموز البوستري ماس ديليسيوسو دي غاياتس إي سيجاموز البارتيدو دي المونديال دي قطر بروبارادو بور لا شيف أكاديميكا إيفا. هاي أصدقائي، تعالوا معنا لنصنع ألذ حلوى بسكويت ونتابع مباريات كأس العالم في قطر. إعداد الشيف الأكاديمي إيفا. وهكذا تبدو وصفتنا بعدما أتممت إعدادها، لذيذة ولا تستغرق وقت في الإعداد، فتعالوا معي لنعدها سوية وبعد ذلك نتابع مباريات كأس العالم في قطر. معي أنا الشيف إيفا. باموس. ولا يفوتكم أحبتي إعداد قدح من الشاي الساخن أو القهوة لنتناولها مع بعض. أما بخصوص المقادير فهي بسكويت، كريم شانتيه، حليب بارد، توت بري أحمر وبلاك بيري. ها هي جميع مكوناتنا أحبتي. وقبل البدء بإعداد وصفتنا لهذا اليوم، أحب أن أنوه لكم بأن الكريم شانتي المستخدم في وصفتنا هذه تختلف عبواته من بلد إلى آخر ومقاديره، لذا اتبعوا إرشادات المكتوبة على العلب لصناعة الكريم شانتي بالحليب. المقادير التي سأعدها لكم هذا اليوم تكفي لثلاثة أشخاص فقط، يمكنكم مضاعفتها بعدد الأشخاص المتواجدون معكم. نأخذ الحليب البارد هذا، نضعه في الإناء، وبعد ذلك سأضع له الكريم شانتيه. هكذا. عبوة الكريم شانتيه تأتي بظرفين، فتحت الظرف الأول وأفرغته فوق الحليب، وها أنا فتحت الظرف الثاني أيضا ووضعته على الحليب البارد. الآن سأعمل على خفقهم هكذا بواسطة الخلاط الكهربائي. أستمر بالخلط حتى يصبح كل كريمة معي. وها هو الكريم شانتيه أصبح جاهزا معي. ها هو. الآن سوف أستخدم هذا النوع من البسكويت، دائري الشكل، وقبل استخدامه سأضع الكريم شانتيه في كيس الحلواني، هكذا يطلق عليه باللغة العربية. الآن سأخذ طبق التقديم مباشرة، أضع فيه ما يكفي لثلاثة أشخاص، أي ثلاث قطع من البسكويت هكذا.
بعد ذلك سأضع القليل من كريم شانتيه فوق كل قطعة من قطع البسكويت هكذا. بعد ذلك سنضع قطعة ثانية من البسكويت ونضع طبقة ثانية من الكريم شانتيه، ومن ثم قطعة ثالثة من البسكويت هكذا. وطبقة ثالثة من الكريم شانتيه. نتابع نفس العملية مع بقية القطع. بعد ذلك ومثل ما ذكرت لكم قبل قليل، نضع طبقة ثالثة من الكريم شانتيه فوق البسكويت. ومن ثم طبقة رابعة من البسكويت. ونستمر. يقدم هذا النوع من الحلوى بارد. الآن سأضع طبقة أخيرة من الكريم شانتيه فوق البسكويت هكذا. في هذه الأثناء جهزت البلاك بيري والتوت البري الأحمر، ها هم. سأبدأ بوضعهم على طبقة البسكويت بالكريم شانتيه هكذا. وها هو التوت البري الأحمر، أيضا أضع قطع منه فوق البسكويت. وأخيرا سأزينه بأوراق صغيرة من النعناع. وها هو الشكل النهائي لوصفتنا لهذا اليوم، هكذا تبدو. وبهذا تكون وصفتنا قد أصبحت جاهزة من البسكويت بالكريم شانتيه. أتمنى أن تكون وصفتي لهذا اليوم قد نالت إعجابكم ورضاكم. يمكنكم تناولها مع كوب من القهوة الساخن أو الشاي الساخن. بألف صحة وعافية متابعي قناتنا الكرام،
ولكل من يرى فيديوهاتنا هذه للمرة الأولى، يسعدنا تفاعلكم الجاد مع قناتنا من خلال الاشتراك بالقناة، تفعيل جرس التنبيهات، ومشاركة فيديوهاتنا مع أحبتكم وأصدقائكم ليصلكم كل ما هو جديد على قناتنا، أي من خلال اللايك والشير والسبسكرايب. أما بخصوص المقادير فتجدونها في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو. أحبتي، إن كان لديكم أي سؤال أو استفسار أو تعليق جميل اكتبوه لنا في قسم التعليقات وسيتم الرد عليه خلال 24 ساعة. كنت أنا معكم الشيف الأكاديمي إيفا من إسبانيا، انتظروني في وصفة جديدة. أستودعكم الله وأحبكم كثيرا. أديوس.